يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. المطلوب مني إن أنا أعرب الكلمة المخطوطة اتباع. طبعا بمجرد ما تشوف سؤال زي كده أنت يعني يجي على دماغك أسلوب الاستثناء مباشر. طبعا دي معلومة صحيحة إن أنا دايما بفكر في أسلوب الاستثناء. أسلوب إيه؟ الاستثناء. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. أول معلومة لازم تاخد بالك منها في أسلوب الاستثناء، ومعلومة جميلة جدا، إن في حاجة اسمها استثناء منقطع. استثناء إيه؟ منقطع. يعني إيه استثناء منقطع؟ يعني إن اللي بيجي بعد إلا اللي هو المستثنى بيكون بعيد جدا من المستثنى منه، مش جزء منه. يعني المستثنى موجود والمستثنى منه موجود، لكن مفيش علاقة ما بين الاتنين نقربها. زي لما اروح اقول لك: ما تحرك الاولاد الا الخشبه. هل الخشبه لها علاقه بالاولاد؟ لا. اذن لا تنظر الى نوع الاسلوب، لا تم مثبت ولا تم منفي ولا ناقص منفي، انت تعرب اعراب واحد بس. ايه هو؟ مستثنى منصوب على الانقطاع. ليه؟ لان ما فيش علاقه ما بين اتباع والعلم، لان اتباع الظن ليس جزءا، اتباع الظن ليس جزءا من العلم، ليس جزءا من العلم، فده بنسميه استثناء منقطع. وفي هذه الحالة وجب إعراب ما بعد إلا مستثنى منصوب أيا كان نوع الأسلوب، سواء كان تام مثبت أو تام منفي أو ناقص منفي. تاني المعلومة دي يا شباب: إذا كان ما بعد إلا ليس من جنس المستثنى منه، ما فيش علاقة ما بين الاثنين العلم واتباع الظن، لأن دول متعارضين، يبقى كده وجب إعراب ما بعد إلا مستثنى منصوب. مستثنى منصوب، مستثنى إيه؟ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. تاني المعلومة للمرة الأخيرة: إذا جاء المستثنى ليس له علاقة من جنس المستثنى منه، وجب نصبه على الاستثناء بغض النظر عن نوع الأسلوب، كقولي في بالبلدي: ما تحرك الأولاد إلا الخشبة، ما احترقت الدار إلا الكتب. الكتب هنا مستثنى منصوب، خلصت وجوبا. طب ليه مش ممكن نعربه بدل؟ قال لي: لا، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. هستناكم بإذن الله في معلومة جديدة.